عندما يجد الإخوة المسلمون النور المقدس يظهر كل عام في ذات الموعد، يطرح البعض اعتراض مفاده أن هذا النور المقدس ما هو إلا خدعة نقوم بها نحن المسيحيين لإضلال العوام، ويقولون أن هذا النور المقدس ينتج من مادة تسمى بالفسفور الأبيض. لكن بعيدا عن الرد العلمي الخاص بالفسفور الأبيض، فهناك رد تاريخي، حيث أن الفسفور الأبيض ليس مادة طبيعية ولكن مصنعة، ويعود اكتشاف الفسفور الأبيض لأول مرة في التاريخ إلى القرن السابع عشر، وتحديدا سنة 1669، مما يعني أن هذه المادة لم تكن موجودة ومستخدمة قبل القرن السبعتاشر. لكن الحقيقة أننا لدينا شهادات تاريخية لعلماء الإسلام أنفسهم يشهدون على حدوث النور المقدس قبل القرن السبعتاشر، أي قبل وجود ما يسمى بالفسفور الأبيض، مما يبطل ادعاء الإخوة المسلمين أننا نخدع العوام بالفسفور الأبيض. وفي هذا الموضوع نتعرض لشهادة أحد أعلم أعلام شيوخ الإسلام، بل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى الرغم من بعض الكلام المسيء الذي ذكره في حقنا وفي حق القيامة، إلا أن هذا ليس هو المقصود الآن، وإنما المقصود هو تأريخه لحدث ظهور النور المقدس. فيقول ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، الجزء الأول صفحة 532، الطبعة السابعة، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان. يقول بالحرف: ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور، ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي ببيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به، وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية قبل اكتشاف الفسفور الأبيض. هو اتولد ابن تيمية 1263 ميلادية، وتوفي 1328 ميلادية. ها هو يشهد لوجود النور المقدس، بل أن هذه عادة لدى المسيحيين. فكيف يأتي شخص ويقول أننا نصطنع هذا النور المقدس لنخدع العالم به وهو موجود قبل اكتشاف هذا الفسفور أصلا؟ نيجي برضو لشهادة المؤرخ المسلم المقريزي لظهور النور المقدس في كنيسة القيامة، حيث يشهد المؤرخ المقريزي عن يوم سبت النور وعن ذكر النور المقدس الذي لا يعتقد أنه عمل إعجازي، لكنه يقول أنه من مخاريق النصارى، ويبدو أنه يقصد أنه عمل خارق يقوم به النصارى، ولا يجد له تفسير، وهو ما يؤكد أصالة هذه المعجزة منذ مئات الأعوام. ويذكر أنه اليوم الثالث بعد خميس العدس، وهو الاسم الشائع لخميس العهد، حيث كان المسيحيون يأكلون العدس فيه. المصدر من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي. يقول بالحرف: سبت النور، وهو قبل الفصح بيوم، ويزعمون أن النور يظهر على قبر المسيح بزعمهم في هذا اليوم بكنيسة القيامة من القدس، فتشتعل مصابيح الكنيسة كلها، وقد وقف أهل الفصح والتفتيش على أن هذا من جملة مخاريق النصارى
لصناعة يعملونها، وكان بمصر هذا اليوم من جملة المواسم، ويكون ثالث يوم من خميس العدس ومن توابعه. وللعلم توفي المقريزي بالقاهرة في سن 80 من عمره بحارة برجوان التي ولد بها سنة 1442 ميلادية، يعني قبل ما موضوع الفسفور الأبيض يكتشف. ودفن المقريزي في مقابر الصوفية أمام باب النصر بعد أن أفنى عمره في العلم والتاريخ. ويقول عنه أحد المؤرخين الذين عاشوا بعده وهو شمس الدين السخاوي، يقول: اشتغل كثيرا وطاف على الشيوخ ولقي الكبار وجالس الأئمة، فأخذ عنهم وشارك في الفضائل وخلط بخطه الكثير، قال الشعر والنثر وأفاد، وبلغت مجلداته نحو 100. وتعالوا نشوف إثبات ثالث من عالم مسلم آخر قبل حوالي 1000 سنة. هل تعلم أن المسلمين في الماضي كانوا يأخذون النور المقدس من كنيسة القيامة ويسرجون به القناديل في مسجد قبة الصخرة، حيث دون الفقيه والعالم في الشريعة الإسلامية أبي العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص والمتوفى سنة 946 في كتابه دلائل القبلة وصفا تفصيليا للطقس المسيحي، والذي كان يقام في أيامه من حوالي أكثر من 1000 سنة تقريبا في كنيسة القيامة يوم السبت العظيم عندما كانت أورشليم تحت الحكم الإسلامي العباسي، ويشهد كيف كان النور ينبعث بمعجزة من داخل قبر السيد المسيح وهو فارغ ومقفل، ويخبر بأن المسلمين أنفسهم كانوا يحضرون لمشاهدة المعجزة وعلى رأسهم الأمير والإمام والذين كانوا يشعلون شموعهم من هذا النور، ويؤكد أن الشمعة كانت تشتعل ولا تحترق. وقد وصلتنا شهادة ابن القاس مدونة في 5 مخطوطات، أشهرها المخطوطة المحفوظة في مكتبة بيازيت في إسطنبول، وكذلك مخطوطة أحمد تيمور الموجودة في المكتبة الوطنية بالقاهرة. ويذكر أنهم كانوا يسرجون من هذا النور قناديل المسجد، والمقصود به مسجد قبة الصخرة الذي يعتبرونه الثالث أكبر مقدساتين بعد مكة والمدينة يثرب. وفيما يلي نص كلامه حرفيا مرفقا بصورة المخطوطة اللي احنا شايفينها ديت: فإذا كان فصح النصارى وهو يوم السبت الكبير، وذلك يوم يخرج الناس من موضع القبر إلى الصخرة وحول الصخرة ضرب زينات يتطلعون إلى موضع القبر يبتهلون كلهم ويتضرعون إلى الله تعالى من وقت الأولى إلى المغرب، ويحضر الأمير وإمام المسجد ويغلق السلطان الباب الذي على القبر ويقعد على الباب، فهم على هذا حتى يرون نورا كأنه نار بيضاء تخرج من جوف القبر، فيفتح السلطان الباب عن القبر ويدخل إليها وفي يده شمعة فيشعلها من ذلك النور فيخرجها، والشمعة تشتعل ولا تحترق، فيدفعها إلى الإمام فيأتي الإمام بتلك الشمعة فيشعل قناديل المسجد، فإذا تداولت تلك الشمعة 3 أيدي احترقت بعد ذلك وصارت نارا، ويكتب الخبر إلى السلطان ويعلمه أن النار نزلت في وقت كذا من يوم كذا، فإذا نزلت وقت الصلوات الأولى من ذلك اليوم كانت دليلا عندهم على أن السنة ليست بخصبة ولا قحطة، وإذا نزلت وقت العصر دلت على أن السنة قحطة. وهذه الشهادة التاريخية التي جاءتنا من أواسط القرن العاشر الميلادي إن دلت على شيء فإنها تدل على إيمان المسلمين وقناعتهم الراسخة وقتئذ أن ما كان يحدث أمام عيونهم ليس ألعوبة أو خدعة، بل معجزة حقيقية لا سبيل إلى إنكارها ولا يقدروا على تكذيبها، خاصة وأنهم المسيطرين على أورشليم وبأيديهم مقاليد الحكم، وإلا لكانوا سعوا بكل جهدهم إلى فتح تلاعب المسيحيين ووضع حد لخداعهم.
سأعطيكم نبذة أولا عن هذه المعجزة الرهيبة التي تحدث كل عام يوم السبت، ثم نرى فيديو لها صوت وصورة. حيث في كنيسة القيامة بالقدس تجتمع كل الأديان هناك في سبت النور أو سبت الفرح، حيث ينبثق النور من القبر المقدس للسيد المسيح وينير القناديل دون أن يمسسها بشر، ينير الشموع في يد الزائرين ويشعلها بنار لا تحرق. أليست معجزة ومعجزة رهيبة؟ هل شاهد أحدكم نار لا تحرق أبدا؟ ولمدة محددة 33 دقيقة، هي تمثل 33 سنة عمر السيد المسيح على الأرض. مفاتيح القبر المقدس بل وكنيسة القيامة أيضا في يد أسرة تركية مسلمة كعادة منذ عدة قرون. الأمن الإسرائيلي يملأ الكنيسة، يتم تفتيش البطريرك الأرثوذكسي قبل دخوله القبر، تفتيش دقيق للتأكد من أنه لا يحمل أي مصدر للنار. يدخل إلى القبر المقدس ويسجد على الحجر الذي وضع عليه قبل 2000 سنة الجسد المقدس للملك يسوع المسيح الإله المتجسد، يتلو صلواته ويتضرع. وإذ يظهر النور كغيمة تملأ المكان، يشعل الشموع في يد البطريرك ويشعل القناديل المدلاة من سقف القبر المقدس، ويشعل أيضا الشموع في يد بعض الزائرين خارج القبر، وينطلق الشعب في الهتاف والزغاريد. وهنا بيحطوا وشهم في النار ما بتحرقش أبدا لمدة 33 دقيقة. ده القبر المقدس يوم سبت النور اللي هو بعد بكرة، وهنا بيحط إيده فوق النار ما بتتحرقش، حطوا ايديهم كلها لمدة 33 دقيقة بعد ظهور النور اللي هي عمر السيد المسيح على الأرض. وهنشوف فيديو صوت وصورة للموضوع ده بعد شوية. جدير بالذكر أنه في عهد محمد علي استدعى إبراهيم باشا ابن محمد علي الأنبا بطرس وسأله عن خروج النور من قبر السيد المسيح في السبت التالي للجمعة العظيمة، ثم طلبه أن يذهب معه إلى بيت المقدس ليرى بعينيه ما يحدث، فذهب معه، وهناك أخبره بأنه قد اعتاد أن يدخل بطريرك الروم الأرثوذكس إلى القبر ليقيم الصلوات قبل انبثاق النور، فسمح له أن يدخل معه، وأخرج الجماهير من الكنيسة القيامة وأغلق الباب، وإذ صلى البطريركان بحرارة لينقذ الكنيسة انبثق النور من القبر المقدس وطاف حول الكنيسة وشق العمود القائم على يسار الداخل عند بوابة الكنيسة حتى يراه كل الشعب. ودي صورة العمود اللي النور شقه عشان يخرج للناس اللي بره. Γκέι. Όποιο λέει δεν γκέι, γκέι. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Γράφε, γράφε εσύ. Έχει κάτι. Δεν γκέι πολύ. Η αλήθεια είναι. Το βλέπεις το τραβάς. Αλλά ότι καίει καίει. Με κοιτάζει που είχες να καίει. Με στα μάτια έτσι. Χρυσάκι το βλέπεις. Καίγονται και έχονται. Αλλά θέλει λίγο γρήγορα. Χρυσάκι το βλέπεις. Μπορεί να το παίρνω πίσω το αν καίει δεν καίει. Τώρα αμφισβητείτε έτσι. Μανώλη. Πατέρα μου Σοφρόνιε, Ιεραπόστολε, Γιάννη Τσαλακιδάκη, το όνομά μου είναι Νικόλαος Κουμουρίδης, ο Ανάξιος. Δεν πειράζει, το νους είναι, δεν πειράζει. Το δέρμα όμως δεν καίει τόσο. Το δέρμα δεν καίει. Ορίστε και το παλικάρι. Σοκέι δεν καίει, καίει δεν καίει. Εντάξει Χριστό, το είδες. Πάμε μαζί εκκλησία την άλλη Κυριακή δεν πάμε. Είπε άμα δεν καώ, άμα δεν καώμε. Το μουσικάει. Εντάξει. Πιστάκι μου, δεν ξέρω τώρα, είχα άδικο, είχε άδικο, ποιο έχει άδικο. Ο άλλο ποιο το γράφει. Πάτε το στο YouTube. Πάτε το στο YouTube. Πάτε το να βλέπει ο κόσμο. Ασχολείται. Είναι δικιά μου γυναίκα, το ξέρει.
Για το γέροντά μου το Σοφρόνιο, για τη μαμούλα μου, για το Γιάννη το Τσελεπιδάκι, τον Ιεροσάτη, το δάσκαλο από το Ελλάς FM. Σε ευχαριστώ Γιάννη μου, ευλογημένο το 2013. Γι' αυτό άφησες το μουσί να το πει, αλλά κάψεις. Το άφησα να καεί για την ορθοδοξία, ορθοδοξία ή θάνατο. Ευλογημένο Πάσχα για όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα. Αγάπη, υγεία, ειρήνη, μακριά από τη μασονία, μακριά από την πανέρεση, μακριά από όλα τα κακά. Αμήν, αμήν, αμήν. Σε ευχαριστώ. ونشوف الفيديو دلوقتي صوت وصورة. وهنا يا أحبائي وقد بدأ النور في الظهور، هذه الشعلة خرجت. السلام لنورك العجيب أيها المسيح إلهنا. الكل ينير من الشموع في الحال وتنتشر في كنيسة القيامة المقدسة. السلام لقيامتك المقدسة أيها المسيح إلهنا. بموتك دست الموت وأنرت على الذين كانوا في الجحيم. يا له من مشهد مؤثر، مشهد تهتز له القلوب والمشاعر. الكل يفرح، الكل يحصل على النور. ها هو البطريرك يخرج ويتحرك وفي يديه حزمتي الشمع المضيئتان لقد ظهر النور المقدس كما يحدث كل عام، وهذه إعادة للقطة خروجه من القبر. السلام لك أيها المسيح إلهنا، النور الحقيقي الذي تضيء على كل العالم. يا من أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، أنر عقولنا وقلوبنا. ها هي كنيسة القيامة وقد ابتدأ النور ينتشر. في لحظات نجد أن بعض الأجزاء مضيئة والأجزاء الباقية بتضاء. بعدها هو البطريرك بعد خروجه يعلن ظهور النور المقدس. نسجد للمسيح إلهنا وصليبه المحيي. نمجدك يا رب ونرفعك ونسبحك. ها هي الكنيسة يا أحبائي وقد أصبح النور يغطيها في كل مكان. الجميع فرحين مبتهجين يمسكون بشعلات النور، ومنهم من يضعها على وجهه وعلى شعره فلا يحترق.